بالراس تتصلح من اللي محمد لوكس بها ديها للثنيان على الجناح الايسر وجميل معاه وفي اعاقه وخطا خطا على احمد جميل وفي على ما يبدو كارت احمر جميل معاه كارت اصفر وبطاقه صفراء وجميل بطاقه حمراء لاحمد جميل مع الثنيان بطاقه حمراء لاحمد جميل مع الثنيان ثنيان على الارض هدف لهدف الدقيقه 43 التيماوي يلعبها التيماوي وتعدي شوف لافة كرة ملعوبة باتجاه المرمى الاتحادي بتعدي والهدف الثاني شوف كرة موجهة من التيماوي للشباك الاتحادية ولافة وفي المرمى والهدف الثاني هدف جميل 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 من التيماوي بيسجل الهدف الثاني وثريان بيسدد والشبك الجانبي الشبك الجانبي يبدو انه سيكون هناك ايضا ضغط متواصل ومحاولات هلالية وفرص هدفين للهلال هدف للاتحاد